معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، بادر إلى شيء عملي. أنا ما راح أتكلم اليوم عن شيء بس مجرد شيء نظري أو أن أتأجله إلى الغد، لا، اليوم. من أحب الناس لك؟ أمك، أبوك، زوجتك، زوجك، أولادك، أخوك، صاحبك، الأقربين اللي حولك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف حديث يعني من الاستحباب فيه ما فيه، قال: تهادوا تحابوا، أي أن المحبة لا تكون، أو من أسباب المحبة الهدية. إذا أردتم المحبة قال تهادوا، بعد شنو قال؟ تحابوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر شي يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إذا من شرط الإيمان أن يحب الإنسان المؤمنين لله عز وجل. وأقرب الناس منك من؟ أمك. إيش رأيك اليوم تسجل أسماء الناس اللي حولك وأقرب الناس لك، وتشتري حق كل واحد هدية، 10 أشخاص، 15 شخص، 20 شخص، شو المشكلة؟ ليست الهدية بقيمتها. بعض الناس يظن أن الهدية لما تصير غالية يعني يكون لها قدر، ولما تكون رخيصة ما لها قدر. من يقول؟ مو صحيح، الثقافة هذه غلط. هذا اللي ينظر الهدية غالية ولا مغالية، ترى هذا إنسان مادي، هذا ينظر مصلحته وراك بس. إحنا نتكلم عن الناس اللي بينك وبينهم رحم، اللي بينك وبينهم أخوة، اللي بينك وبينهم معزة ومحبة. هذا لا، هذا شيء ثاني. هذا ما يفكر بقيمة الهدية، هذا يفكر بالرمز، إنك أهديتني. فكر اليوم شنو تهدي حق أمك. أمك قد يعني تفرح إذا اشتريت لها مثلا نوع من أنواع العطور، أو أحيانا بعض الأمهات يحبون اللبس، أحيانا بعض الأمهات يحبون البخور، بعض الأمهات يحبون من الأواني المنزلية ما يحبون. ما عندي، أو أمي ما تحب هذه الأشياء. أحيانا بعض الأمهات، وهذه ما جربناها، قد تفرح بشيء أفضل من هذا كله. قد تفرح لما تجيب لها شهادة: يما شوفي هذا البير. الله، شنو هالبير؟ هذا البير يسقي 1000 واحد بقرية، ما شاء الله، وكل واحد يشرب صدقة في ميزان هذا اللي حفر البير. أمك قلبه الحين يمكن يتقطع، جليتني يا ولدي عندي فلوس وأحفر لي مثل هذا البير. وهني تعطيها المفاجأة، قول لها: يما تدرين هذا البير حق منه؟ حق منه؟ اقرأ الاسم تشوف إذا بها اسمها. الله، تخيل، تخيل أمك شنو راح يصير فيها لما تدري أنك حفرت لها بير وسجلت باسمها، نويت لها عند الله سبحانه وتعالى. أنا أتوقع هذه الهدية ربما تغطي على كل ما سبق، وربما تدعي لك دعوة بهاللحظة يكتب الله لك بها السعادة. زوجتك نفس الشيء، تقول يمكن ما أقدر بير، تقدر تضحي عنها، تقدر تطبع مصحف عنها، تقدر تكفي اليتيم عنها، تقدر تعمل لها أي عمل من الصالحات وتجعلها هدية لأمك، هدية لزوجتك. بعض الهدايا الأخرى أيضا لها قيمة معنوية كثيرة، خاصة مع الزوجة. أنت أختي الفاضلة عندك زوج، عندك زوج تحبينه، يحبك، حسيت بجفوة بينك وبينه، أو علاقتكم زينة، نفس الشيء، إيش رأيك الحين تذهبين إلى السوق تشترين له هدية؟ والله لو بدينار، لو ب5 دنانير، لكن اسمها هدية. تكتبين له رسالة، تحطين الهدية، تضعين له على الطاولة أول ما يدخل البيت: إلى زوجي الحبيب، هذه هدية من زوجتك فلانة إلى حبيبها. أو الزوج يعطي لزوجته، والله لو وردة، بعض الزوجات والله لو وردة، قد تكون يعني بدينار، قد تكون بأقل، قد تكون ببلاش، أحيانا بحديقتك قصيتها وجبتها لها، كتبت لها رسالة وأعطيتها لزوجتك، قد يكون كل ما في قلبها من هم وغم ينزاح بهذه الهدية. شوف الأجر لك عند الله سبحانه. عيالي، إذا أنتوا الآن ما عندكم فلوس تشترون هدايا لأمكم أو أبوكم، ترى والله أحيانا رسمة ترسمها لأبوك، رسالة تكتبها لأمك، هدية لو بريال واحد أحيانا تعطيها، وتكتب رسالة: إلى أبي الذي أحبه دوما، وحطها له على المرايا منظرة، وحط الهدية تحت. تدري عند أبوك هذه يمكن أغلى من 100 الدنانير أو 1000 الدنانير، أنك تذكرته. بين الإخوان، بين الأهل، بين الأحباب، تهادوا تحابوا، بادر
من الآن فكر، ترى في ناس أنا قالوا لي عنهم يشتري هدايا حق عماته، حق خالاته، حق أعمامه، حق أخواله، حق جده، حق جدته، حق كل الأقربين شيء رمزي، لكن متعودين أن فلان كل ما راح مكان أو كل فترة يعطيهم هدية، ترى هذا يوجد شيء في القلب ومحبة ورابطة. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، بادروا بالأعمال الصالحة. وفي الإله تآخي وتذكروا، فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار.